سلام البنات، انا نخدم في الفانيد. اكيد العجينه تاع الفانيد التقليديه كامل تعرفوها. نوري لكم كيفاش نخدموا الكيسات تاع الفانيد لعل وعسى تستفادوا. شوفوا الكيسات هكذايا يجوا الفانيد من المحل يتشكل مليح. واش نوسي اي علبه هكا شكل دائري نحطها في الوسط ونطلع الكيسات هكذايا. فوالا شوفوا كاش يولي الشكل. طريقة جد وسهلة، ندير الفارينة باش ما يلصقناش الفانيد ونحطه فوق بابي كويسون. الوغ نحكم لابول تاع عجينة الفانيد، نحلها فوالا، نطويها على هكذا كيما مع الأول، مدة على 5 خطوات، 2 حتى 5، هاي 5. دوكا نوسي حربوش طويل على 30 سنتي. ويكون في مستوى واحد، يعني ماشي جهه خشينه على الاخرى. شوفوا انا وصلت 30 سنتيم. واش نوسي نطوي هكذايا الحبه وندور ونغلقها هنا بدون بياض البيض، نتحف الحبه. شوفوا حبه فانيد نحطها في الكيسات بكل سهوله بيان سور بعد ما درت الفارينه. هذه الطريقه تاع الكيسات تاع الفانيد وتشكيل الفانيد. الكوراسيون تاع الفانيل نخدموها بلا باتا مونت، 50 غرام لوز بودرة مع 50 غرام سكر ناعم، نلمهم بالماء الزهر، والأخضر تاع الأوراق لونتو بأخضر نعناع، وتاع الورود لونتو ملون وردي فريكتا. نشكلو مع بعض على طريقة أمهاتنا وجدتنا. شوفوا نحكم حربوش هكذايا، نضغط عليه فوق يدي هكا بكل سهولة ونرولي لامو سيليكون لا طابع. شوفوا تحصلت على وردة من عجينة اللوز. نزيد نوسي حبه فوالا هكذايا نحطها قدامها. تقدروا ديروا ورده واحده. نحكم عجينه اللوز اللون الاخضر فوالا، نديرها في مول سيليكون شكل ورقه، نحيها بكل سهوله ونبيكيها تحت الورده فوالا. هكذا نزيد ورقه واحده اخرى بعجينه اللوز، لانه الفانيد بعجينه باللوز بودره اكيد ما نقدروش نديروا باتا سكر لا ديكوراسيون. اي فوالا، هذا هو الشكل النهائي تاع الفانيد من الحلويات الجزائريه التقليديه المنسيه. رانا نحاولوا نحيوها ونديروها في عرسنا. ان شاء الله استفدتوا من هذه المعلومات.